سارعوا يا ابني سارعوا لتكسبوا الدنيا والآخرة، تكسبوا مجد الدنيا والآخرة، ثروة الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة. الله ما بيشغل واحد بطال، من عهد آدم إلى الآن ما قال اشتغلوا عندي وبلا أجر. الله ما بتحمل من نيتنا، هو عاوزنا هل بيده مقاليد السماوات والأرض، بده ينصب علينا، بده يشغلنا بياكل حقنا. هو أكرم الأكرمين، هو أغنى الأغنياء، هو أعظم الأوفياء، هو أصدق الصادقين في وعده، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا. وكل اللي عاملوا الله هي التاريخ كلهم مجدهم وخلدهم. سيدنا إبراهيم ذبح ابنه وتحمل النمرود وهاجر من العراق لهون، الله شو عمل معه؟ ضيعه لهلا ألوف السنين، ألوف السنين. البراهمة في الهند، النصارى في العالم مليار، المسلمين مليار، اليهود مدري قديش، كلهم يمجدون إبراهيم. شو عمل؟ عمر له وضايق بواد غير ذي زرع الكعبة مسجد لله، مسجد صغير. قديش الكعبة بتطلع؟ يعني بتطلع قدها المحل على مرتين، في الداخل يعني قدها الصالون، من برا بس هيك. لكن وأخذ زوجته وابنه حطهم بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا أكل ولا شرب ولا شيء، بينها الوحوش. الله أمره، الله أمره أن يفعل هكذا. ومنين بدهم ياكلوا؟ منين بدهم يشربوا؟ لحوش، الطاعين الطريق. الله امره خلص، تركه ودار ظهره ومشي، ركضت وراه هاجر. الى من تتركنا؟ لم وين؟ ما رد عليه. الى من تتركنا؟ الى من تتركنا؟ بعدين قالت له الله امرك بذلك؟ هز براسه النعم. اجى الايمان بهاجر. الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. هون الإيمان، تكون تصدق وعد الله، تكون على ثقة ما دام الله وعد خلاص انتهى الموضوع. فتنسى الله ووعد الله وكلام الله وأمر الله، وبدك تدور على نفسك وعلى الناس وكلام الناس، يروح جدد إسلامك. إسلامك كله عكسي، ولذلك تجي نتائج إسلامك كمان عكسية. بيجي إسلامك أصلي، تجي نتائج حياتك وعملك كلها أصلية. ما بيضيعك الله. أنا لما الشيخ توفى ما خلف لنا شيء، ما خلف لنا شيء أبدا، خلف 30 ليرة ذهب وأنا كنت وزير المالية تبعه. قال لي جوزكم كلكم، أخوك ما جوزته، هاي 15 ليرة له. أدي صفي 15. قال لي هاي ليرتين وصيتي، أدي صفي 13. قال لي إذا وخلفنا اثنين أيتام قصر، قال لي هدول تصرفون على القصر على أخواتكم اثنين، وإذا حدا من الورثة طلب تعطيه حقه من الميراث. واحد منهم طلب أعطيته، طلع له الليرتين للربع والباقي. قال لي متى ما خلصوا الله بيدبركم. قبل ما يخلصوا الله دبر. يا ابني إذا يهودي غني وعدك وكان مشهور صدقه، إذا الله وعد الله يا ابني بتعرفوا لي الله؟ تعرفوا أخلاق الله؟ تعرفوا وعد الله؟ تعرفوا صدق الله؟ تعرفوا غنى الله؟ تعرفوا قوة الله؟ عظمة الله؟ إنه الله ما بيلعب على حدا ولا بيكذب على حدا ولا بيخلف مع حدا ولا عاوز حدا. أنت على فقرك وضعفك
تبذل لله، هو على قوته وعظمته ما بيبذل لك. اذا بتعتقد هيك روح جدد اسلامك. الموفقين إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. يا الله عز وجل ما بدعاء فقط، لا تتحركوا، إذا تحركت تتحركوا. الله يجعلنا يحقق الآمال، لكن لا تتحقق الآمال إلا بالأعمال. أما بالتمني بالعمل المعاكس، بالإهمال، باللا اهتمام، باللا شعور، هذا ابني لا صحبة صادقة ولا مريد صادق، ولا بدنا نتحمل المسؤولية كل منا بحسبه. فأسأل الله عز وجل الله يفرج عن إخواننا في فلسطين. أنا ما في بعض صلاة إلا أدعو لهم، إن في سجودي أو بعد صلاتي أو فيهما. الله يرزقنا العلم يا أبني، العلم بمعناه الحقيقي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.